أهلاً ومرحباً على كل مشاهدينا في أنحاء العالم والوطن العربي على الفيسبوك أو على قناة اليوتيوب الصيد مع زيزو. في حلقة النهاردة في حاجة مهمة جداً هنتكلم عليها، العادات والتقاليد في صيد السمك. دلوقتي أنت لو حبيت تصطاد أو نفسك تتعلم الصيد، أول حاجة بتروح مثلاً للشيخ الصيادين وتيجي تسأله إيه أهم نقطة في الصيد؟ يا ابني أهم نقطة في الصيد إن الصيد بيعلم الصبر ولازم تصبر. ها؟ إيه تاني؟ ماشي صبرنا، إيه بعد كده؟ مفيش حدود، مفيش وقفة، ملهاش معنى، ملهاش. إمتى وقف الصبر ده؟ مش في كل الأوقات لازم نسمع لشيخ الصيادين، ممكن في بعض الأوقات نسمع لحد تاني. الجنس النعم برضه بيبقى كويس. نصيحتها في الصبر حدود، للصبر حدود. ده ليه معنى. انت دلوقتي عشان تصبر انت لازم تكون انت عارف انت صابر على ايه، مش اصبر وخلاص. ما انت يا عيني لما هتصبر وهتيجي تروح اخر اليوم هتقول يا النصيب النهارده ما كانش فيه نصيب، والرزق كان وحش، والبحر كان عامل ايه، والميه والنيل كان ضايع، والدنيا تفتح يعني الفيسبوك تتفرج على الجروبات تلاقي لك انا مطلع 10، مطلع 5، اللي مطلع 15، هوبا كرهت الصيد اساسا وعصت الصيد تاني. كل ده بسبب ان انت تسمع لكلامه خلاص. لا، انت لازم تفهم، انت عشان تسمع لازم تفهم الاول. دلوقتي هنتكلم عن الصبر. لو انت مثلا رايح تصبر على السمك البلطي ولا السيلفر ولا البني او بالبلدي كل الاسماك البيضاء، لو انت رايح تصطاد عليها، لا، او سمكه الكارب والشبوط والمبروك، كل الانواع دي انا بندرجها تحت سلسله واحده بالنسبه لفكره امتى تصبر. انت دلوقتي اول حاجه بالنسبه لكل الانواع دي بتعوم في مجموعات. يعني ايه بتعوم في مجموعات؟ يعني انت دلوقتي رميت صنارتك عدت ساعة مش شايف غمس، شكرا، غير المكان، غير المكان. انا زي ما قلت هم بيعوموا في مجموعات. في خلال الساعة دي هيقابلك مثلا بعد 15 دقايق، ربع ساعة، غمزاية طلعتها حلو، انزل تاني، طلعت السمكة التانية جميل يا معلم، ده سبوت هاي. لكن تصبر لك ساعة ولا ساعة ونص في الاخر تطلع سمكة صغيرة واساسا تبقى شاردة، اللي هو اللي انت قعدت صبرت 3-4 سنين مش هتطلع حاجة برضه. لكن لازم تفهم، لازم تفهم انت دي سمك مجموعات. لو طلعت سمكة شاردة خلاص دي مش مجموعة، دي كانت سمكة شاردة. لكن صبرت 10 وربع ساعة طلعت السمكة التانية التالتة، واهم حاجة طعم المنطقة يا معلم. انت لما انت شفت فيها الغمزه حلو، طعم المنطقه، قعدت ساعه هنا الصبر، هنا حدود، ده الحدود، ما تقولوش اصبر، لا، انت كده بتصبر، انت كده بترمي نفسك في التهلكه، مش بتصبر. الصبر ليه حدود، ليه معنى، ليه توقيت. انت دلوقتي خلاص جربت المنطقه دي وقشطه تمام. ده بالنسبه للاسماك اللي بتعوم في مجموعات زي ما قلنا جميع الانواع. ده بالنسبه للنوع ده. طيب دلوقتي لو كنا اتكلمنا على سمك البياض، قشر البياض، الصندر، القرموط، كل الانواع دي، مبدئيا الاسماك دي ما بتعومش في مجموعات. يعني ايه ما بتعومش في مجموعات؟ يعني سمكه البياض او القرموط او الاسماك دي سمك بيصطاد، السمك ده بيصطاد الاسماك لانه سمك مفترس فبيعتمد على الصيد. فعشان بيعتمد على الصيد بيعتمد ان هو بيصطاد لوحده، ما بيروحش بمجموعات. يعني ايه الحته دي بقى؟ يعني انت دلوقتي رحت اصطاد جبت سمكه كبيره، شكرا، المنطقه كده فضت. المنطقه اللي انت بتصطاد فيها اذا كانت قرموط او اذا كانت سمك البياض، سمكه كبيره كبيره، بس بتكلم على كبير، لو بتكلم مثلا مش سمكه قد كده مثلا، لا سمك، لو جبت سمكه كبيره واحده خلاص مفيش سمك تاني في المنطقه. بيعوم في مجموعات لو صغير، هتلاقي سمك البياض والقرموط بيعوم في مجموعات لو صغير، والمجموعه ما بتزيدش عن 3-4، ما بتزيدش عن 3-4. يعني انت دلوقتي لو اصطدت مثلا قشر البياض، قشطه، انزل على الثانيه، جميل، انزل على الثالثه، خلاص. لو الرابعه طولت اعرف ان فضت. لو الرابعه طولت اعرف ان الحته دي فضت. ده نفس النظام للقرموط واي اسماك مفترسه. فعشان كده حاجه اسمها للصبر لازم يكون ليه معنى. لكن الصبر من غير سبب ولا ليه معنى. ركزوا الحته دي يا اخوانا، الصبر
لازم يكون بحدود، لازم يكون بمعنى، لازم يكون بهدف. دي نقط مهمة جدا، مهمة جدا لو انت حابب تصطاد. وعشان تمكس الصيد بالصبر لازم يكون بعقل. ودي حلقة النهاردة يا جماعة، واتمنى انها تكون عجبت حضراتكم. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا وتصبحوا على خير.